الانقلاب وقوات الشرطة أدت إلى سقوط عدد من الجرحى. خليل ولد شدود. أنصار الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، تحالف الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المدنية المناوئة للانقلاب، وهم يستعدون للخروج في مسيرة رفضت السلطات الترخيص لها ضد استمرار الجنرالات في السلطة. رئيس مجلس النواب والزعيم السياسي الموريتاني البارز مسعود ولد بوخير كان في مقدمة المتظاهرين. شرطة مكافحة الشغب التي طوقت المنطقة حاولت منع انطلاقة المسيرة. هذا الانقلاب يعتبر انقلابا خائنا وجبانا وفاشلا، والشعب الموريتاني عبر أكثر من أي وقت مضى عن رفضه له عبر المسيرات رغم القمع ورغم كافة وسائل التعذيب. المسيرة تحولت إلى مواجهات عنيفة بين المناوئين للحكم العسكري والشرطة التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع والهروات لتفريق المحتجين. مسيرة حاشدة، مسيرة سلمية في إطار مقاومة الانقلاب والنضال الدؤوب للعودة إلى الشرعية، وقد تم قمعها بصورة وحشية تؤكد استهتار الطغمة الحاكمة بالقوانين. الاحتجاجات الجديدة ضد الانقلاب أدت إلى سقوط جرحى، من بينهم بعض قادة الجبهة المناوئة للانقلاب. ومع استمرار الاحتكان السياسي واتساع قاعدة مناهضي الانقلاب في الشارع الموريتاني بعد انضمام تكتل القوى الديمقراطية أكبر قوة حزبية في البرلمان إلى معارضة الحكم العسكري، يبدو استقرار موريتانيا على المحك. الأزمة السياسية والدستورية الحادة القائمة في موريتانيا منذ الانقلاب الأخير دخلت في منعطف جديد مع تهديد رئيس البرلمان بعصيان مدني لإفشال الانقلاب وإطلاق زعيم المعارضة الديمقراطية خطة المقاومة الديمقراطية لإفشال انتخابات رئاسية يريد العسكريون تنظيمها يونيو المقبل. الخليل والجدود العربية، وسط نواكشوط.